مرسلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شيخ، رأيت أمي تستنجد بي من بين إخوتي بأن أزيل شيء في رأسها يؤذيها، فإذ بي أرى دودة كبيرة وعريضة، فأخذته وألقيت بها مسرعة في المرحاض أعزكم الله، واطمأنت أمي لأنها كانت خائفة. عليك ببرك للوالدة، عليك ببرك للوالدة، لكن لا تعينيها على ظلم، لا تعينيها على الظلم، وعليك ببرك للوالدة فيما سيصيبها والله أعلم. لهكذا قيل أن أيوب عليه السلام لما نزل به المرض قيل أن كان يعني خرج من جسده ما خرج، ولا داعي لذكره حتى مشايخ ما يزعلون علينا، يقول يا شيخ هذه من إسرائيليات، لكن قيل أنه كان يخرج من جسده ما يخرج. فنقول هذا الدود وغيره يدل على بلاء، على بلاء، وأنت تعينين الوالدة والله تعالى أعلم فيما سينزل بها.